حبايب قلبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل فاهيتة ورز بسمتي بالخضار، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. والمقادير بتاعتنا عندنا فلفل الوان، عندنا رز وبسلة وجزر، عندنا توابل فلفل اسود، بهارات مشكلة، ملح، كركم، بودرة زعفران، قرفة، وعندنا قرنفل، حبهان، ورق لورا، وفراخ مقطعة حتت صغيرة، وبصل مفروم، وبصل حلقات. نبدأ إن شاء الله، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نعمل البوتاجاز، ونحط عليه سمنة وزيت مع بعض. سمنة وزيت. الوصفة دي سريعة وحلوة، جميلة قوي، هتعجبكم. لازم الزيت يكون معايا والسمنة سخنة قوي، لان انا عايزة الفراخ تاخد لون شوية، فلازم احس بطشة الفراخ في الزيت والسمنة. حلة تانية هنولع، وبرضو هنحط سمنة وزيت. هنحط سمنة وزيت هنا برضو نفس الشيء. طبعا انت شفت الرز البسمتي المرة اللي فاتت، ادي السمنة وادي الزيت. انا سايبه الاثنين دول يسخنوا عشان اشتغل على طول. لازم دي تبقى سخنه قوي، لان انا عايزه انزل دي كده تعمل ايه، تحس ان هي ايه، كل ده لسه. تمام، والسمنة هنا لسه، اهي لسه، اول ما تسيح تسخن شوية البصل. الحمد لله يعني كده استوت مع الفايتة. هرجع احط فلفل الوان زي ما انا عايزة. هشوف كده، طبعا الفلفل دوت احنا لما بنقلب تقليبتين ثلاثة كده فيه، تبص تلاقيه لسه صاحي زي ما هو كده سليم، تحس ان هو لسه فيه مية. مجرد ما هنقفل الصينية دي بغطا، الفلفل كله هيفرق. هنزود فلفل بس كده، حلو قوي. في الرز اهو اتشرب. هشوف ملحها بقى الأول عشان لو عندي ملح تاني. أيوه عندي ملح تاني. مسحوق أوي كده. خلاص النار
كده الفاهيتة خلصت. كده الفلفل أول ما يتغطى، أول ما يتغطى الفلفل كله هتتفرجوا عليها في الآخر. أنا موطيه المرق قوي. ده الشكل النهائي كده بتاع الرز أهو. بص الرزية عاملة إزاي وطويلة إزاي. ودي الفاهيتة خلصت خلاص الحمد لله أهي. بص الفراخ حتى باينة أهي، فراخ كتيرة باينة تمام. واحنا هنا غرفنا طبق رز اهو وهنحط عليه فاهيتة. احنا ما بنرضاش نشرب الفاهيتة المية كلها عشان بنبقى عايزين نسخنها، فمش هينفع انها تشرب المية كلها. دي المية دي نازلة من الفلفل اهو تمام، شايفين؟ عايزه بقى تحطيه في الجنب، عايزه تحطيه كده، عايزه تحطيه ياكله بالمعلقه، حلوه قوي قوي قوي، هتعجبك قوي.